السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول. معانا النهاردة قصتين هنستفيد منهم استفادة كبيرة جدا، وهنتأدب معاهم لأن احنا هناخد آداب الاستئذان وآداب الطعام. يبقى القصة اللي معانا النهاردة يا أبطال قصتين، قصة آداب الاستئذان وقصة آداب الطعام. يلا بينا يا أبطال. أول قصة معانا قصة آداب الاستئذان. قصة آداب الاستئذان. ذهب عمر لزيارة صديقه يوسف، وأخذ يطرق باب المنزل بشدة، ثم بدأ في الطرق على النافذة وحاول النظر من خلالها، فرأى يوسف يجلس بجوار أبيه. أخذ عمر ينادي بصوت عال على صاحبه، ولكنه لم يفتح له الباب. عاد عمر لجدته غاضبا وحكى لها ما حدث، فابتسمت وقالت: ألم تسمع عن آداب الاستئذان كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهب عمر وجدته إلى منزل يوسف، وطرقت الجدة الباب برفق ثم ابتعدت قليلا. فتح يوسف لها مبتسما واعتذر لعمر قائلا: كان أبي يشعر بألم في رأسه، ألم نستطع أن أفتح لك الباب؟ رد عمر: لا عليك، وقد كان علي أن ألتزم بآداب الاستئذان. وبكده يا أبطال خلصت قصتنا الأولى، قصة آداب الاستئذان. تعالوا نشوف يا أبطال إيه هي أحداث القصة. أحداث القصة إن عمر كان رايح لزيارة صديقه يوسف، طرق النافذة يعني بيخبط على النافذة، وبعد كده نظر من النافذة، وبعد كده نادى على صديقه يوسف بصوت عال جدا، وشاف يوسف من داخل النافذة وهو يجلس بجوار أبيه، لكن يوسف لم يفتح له. عمر عاد غاضبا متضايق لأن يوسف ما فتحش ليه رغم أن هو كان موجود في البيت. ولما عاد وحكى لجدته القصة واللي حصل، جدته قالت له: ليه أنت ما التزمتش بآداب الاستئذان؟ وبدأت تعلمه آداب الاستئذان، وعلشان تشوف فيه إيه وتحل المشكلة ذهبت مع عمر إلى بيت يوسف، طرقت الباب برفق وابتعدت قليلا. بعد كده يوسف فتح واعتذر لعمر وقال له السبب، سبب إنه ما فتحش الباب. فقال له إيه: كان أبي يشعر بألم في رأسه، فلم أستطع أن أفتح لك الباب. يبقى يوسف كان موجود لكن ما قدرش يفتح لأن والده كان بيشعر بألم في رأسه، صداع أو غيره، وكان يوسف بيحاول يجلس جنب أبيه يعطي له علاج أو دواء أو أي شيء من ذلك. بعد كده عمر لما تعلم أداب الاستئذان اعتذر أيضا ليوسف وقال له: لا عليك، إن أنا كان المفروض عليا إن ألتزم بأداب الاستئذان. مين فيكم يا أبطال يقول لي إيه التلات حاجات اللي عمر أخطأ فيهم في زيارة يوسف؟ يلا مع بعض نفكر. أول حاجة عملها ده خبط على إيه؟ النافذة. طب وإنت لما تروح تزور حد تخبط منين؟ على الباب ولا على النافذة؟ طبعا على الباب، وبنخبط برفق زي ما عملت الجدة. طيب الخطأ الثاني اللي عمله عمر أنه نظر من النافذة. ما ينفعش تبص جوه البيت على مين اللي جوه البيت خالص، ده إيه؟ ده أسلوب يضايق أهل البيت. ما ينفعش يا أبطال تروح تزور زميلك تنظر داخل البيت سواء من الباب أو من النافذة أو من أي مكان. الخطأ الثالث اللي عمله عمر إنه بدأ ينادي بصوت عالي. لا طبعا، إحنا لما بنروح بنخبط على الباب برفق،
وبعد كده بنستأذن 3 مرات، إن ما فتحش الباب بنعود ونأتي في وقت آخر، إن فتحوا لنا الباب فأهلا وسهلا بندخل. ودي كانت قصتنا الأولى وتعلمنا فيها آداب الاستئذان. يلا مع بعض يا أبطال نروح للقصة الثانية، قصة آداب الطعام. قصة آداب الطعام. استعد زياد وفريدة للذهاب إلى بيت عمتهما لتناول طعام الغداء. رحبت العمة بكل من الجدة وزياد وفريدة. جلست الأسرة لتناول الطعام بعد أن ذكرتهم الجدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه الإمام البخاري. ودي كانت قصتنا عن آداب الطعام اللي هنتعلم منها آداب الطعام. 3 حاجات يا أبطال، إيه هما؟ أول شيء هتعمله لما تبدأ طعام، إيه هو؟ سم الله. يعني إيه سم الله؟ هتقول بسم الله. طيب لو أنت بدأت الأكل ونسيت تقول بسم الله وتذكرت في وسط الأكل، أقول بسم الله أوله وآخره. طيب الحاجة التانية اللي هنعملها وقت الأكل، كل بيمينك، ما ينفعش آكل بالشمال خالص. طيب لو أنا مش متعود وباكل بالشمال، لا، من دلوقتي أبطال لازم نتعود ناكل باليمين. الأدب الثالث في أداب الطعام، كل مما يليك، يعني من الجزء اللي أمامك، ما ينفعش يكون فيه طبق ونفس الطبق موجود في مكان تاني أسيب اللي معايا واروح لأطباق أخرى. لو طبق كبير ما ينفعش أسيب اللي قدامي واروح في نفس الطبق بس من بعيد. كل مما يليك يعني اللي أمامك مباشرة. تعالوا مع بعض نراجع الأداب الثلاثة. أول حاجة إيه يا أبطال؟ بسم الله. للرسول قال للغلام إيه؟ يا غلام سم الله، يعني بسم الله. طيب بعد كده يا أبطال فيه إيه؟ قل بيمينك، باليد اليمنى. بعد كده وكل مما يليك، يعني من اللي أمامك. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. اشتركوا في قناة حسام أبو أنس التعليمية وفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واتركوا إعجابا وتعليقا دعما للقناة. وإلى أن ألتقي بكم في درس آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.